أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، مؤكدا على عراقة هذه العلاقات الودية التي تميزت عبر عقود طويلة بالاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك في كل المجالات. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصفرية هذا اليوم لمعالي السيد راجناث سينغ وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند بمناسبة زيارته للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس برناب مخرجي رئيس جمهورية الهند ومعالي السيد نريندرا مودي رئيس الوزراء وتمنياتهم الطيبة لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار. ورحب صاحب الجلالة حفظه الله بوزير الأمن الداخلي الهندي وكلفه بنقل تحياته إلى فخامة رئيس الجمهورية الهندية وإلى رئيس وزرائها وخالص تمنياته لشعب الهند الصديق بالمزيد من الرقي والتطور والنماء، مشيدا جلالته بالنتائج الطيبة والمثمرة للاجتماع الأول للجنة الأمنية البحرينية الهندية الذي عقد في البحرين اليوم والتي ستسهم في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بين الجانبين بما ينعكس على توطيد وتنمية علاقات البلدين المتميزة. مؤكدا جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين تولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع جمهورية الهند وتتطلع أن تكون هذه العلاقات متميزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات الشعبين الصديقين. كما أثنى جلالته على دور الجالية الهندية في مملكة البحرين وإسهاماتها المهمة ومنذ سنوات طويلة في مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات وهي موضع الترحيب والتقدير والاحترام من الجميع دائما. وخلال اللقاء بحث جلالة الملك المفدى مع الوزير الضيف الزائر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك، منوها جلالته بالدور الهام الذي تطلع به جمهورية الهند على الساحة الدولية وجهودها مع المجتمع الدولي في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام العالمي. من جانبه أعرب وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على دور جلالته الرائد في تطوير علاقات البلدين الصديقين وعلى ما تلقاه الجالية الهندية من ترحيب ورعاية واهتمام بمملكة البحرين، مؤكدا سعي بلاده وتطلعها لتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع المملكة بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.